ونعود إلى موسم إعلان النتائج للربع الأول، حيث ارتفعت أرباح مجموعة الياسات الإماراتية في الربع الأول من هذا العام بنسبة 25% لتصل إلى 20 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 9.4% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 99 مليون دولار. وقالت الشركة في بيان لها أن الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها ارتفعت ب 8.6% منذ بداية العام لتصل إلى 2.2 مليار دولار. وبحسب البيان تشكل إيرادات قطاع البنية التحتية في الياسات ما يقارب 60% من إجمالي إيرادات المجموعة، وتتضمن إيرادات هذا القطاع من الاتفاقية طويلة الأجل مع حكومة الإمارات لإضافة ساعات فضائية جديدة على مدى 15 عاما المقبلة. وتعليقا على النتائج، معنا السيدة ليلى الهياس وهي رئيسة علاقات المستثمرين في الياسات للاتصالات الفضائية. أهلا ومرحبا بك معنا سيدة ليلى. إيرادات قوية تفتتحون بها هذا العام مع أرباح تعد إيجابية، ما هي الأسباب التي تعزوها بالدرجة الأولى إلى تحقيق هذا الفارق الكبير مقارنة بالعام الماضي؟ أهلا وسهلا وصباح الخير على الجميع. يسعدني اليوم أن أعلن أن جميع قطاعات الأعمال في شركة الياسات قد حصلت على أداء قوي أو سجلت أداء قوي في الربع الأول، مع استمرار زخم النمو للأعمال التي تم تسجيلها في العام الماضي، حيث زادت إيرادات الحلول المدارة بنسبة تقارب 26% مقارنة بالربع الأول العام، وزادت أيضا إيرادات حلول الاتصالات المتنقلة بنسبة ما تقارب 45% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. هذا بالتأكيد يؤكد عودة نشاط المشاريع التي تم تأجيلها في عام 2021، كما أيضا واصلت الشركة توزيع أو تقديم خدماتها لقطاعي النفط والغاز وتعزيز النمو القوي مع تضاعف الإيرادات. نعم، جاء في البيان الذي يعني كنتم قد أرسلتموه فيما يتعلق طبعا بتفاصيل هذه الإيرادات أنه استفدتم من يعني الدخول القوي في شراكات على مدى يعني 5 سنوات الآن، أو يعني نتحدث عن على الأقل إيرادات تأتيكم مضمونة فيما يتعلق بتغطية تحتاجها الحكومة في الإمارات. إلى أي حد تعتقد أن وجود هذا الكاش متوفر لكم في وقت مسبق يؤدي إلى ضمان استمرار عملياتكم في وقتها وتسليماتها؟ أولا أود أنوه بأن شركة الياسات بدأت عام 2022 بمؤشر إيجابي ولله الحمد، حيث حصلنا من حكومة دولة الإمارات على أمر تكليف كما ذكرت لمدة 5 سنوات بقيمة 909 مليون درهم تقريبا، كما حصلنا أيضا على عقد من شركة أبوظبي لبناء السفن بقيمة 24 مليون درهم. هذا بالتالي يعزز الوضع المالي للشركة، كما ذكرت يعزز الوضع المالي للشركة وبالتالي يؤهلها للإيفاء بجميع التزاماتها المستقبلية. نعم، نتحدث الآن أيضا عن التوزيعات، الكل يسأل عن التوزيعات الآن بما أنه في يعني متوفر هذا النقد، فبالتالي هذا يعزز لديكم التوزيعات في وقتها أم أنكم ربما سترفعوا من نسبة التوزيعات؟ بالتأكيد كما تم الإعلان سابقا، تم توزيع الأرباح للسنة المالية 2021 في 9 مايو 2022، كما أعلنا مسبقا نحن ملتزمون بأن نقوم بزيادة توزيع الأرباح على أساس سنوي بنسبة لا تقل على 2% وربما أكثر إذا سمحت لنا الظروف بذلك. نعم. وهذا بالتأكيد يعود للوضع المالي القوي الذي تمتلكه الشركة. نعم، نتحدث عن الميزانية العمومية القوية التي تتمسكون بها، ما هي المتطلبات التي يجب على الشركة أن تضعها بعين الاعتبار سواء كان من ناحية تمويلات أو من ناحية التزامات مالية عليها؟ كيف سيتم تمويلها أو سدادها؟ بالتأكيد مازال متوفر هذا القدر من الكاش، ولكن عادة الشركات لا تتصرف في كل الكاش، تحاول أن تحتفظ به لأغراض توسعية أو لأغراض أيضا أن لا تضطر لتدفع تكلفة تمويل أعلى. بالتأكيد نحن في الشركة عندنا خطط مالية مدروسة مسبقا، نعمل جاهدين على تحقيقها بحذافيرها. كما ذكرت لدينا كاش قوي، تعمل الشركة من خلال الاستراتيجيات التي وضعتها على استغلال هذا الكاش في توسيع قاعدة العملاء وتنويع الأعمال التجارية لدينا وتحقيق فرص النمو التي نسعى لها دائما.
كما ذكرت لدينا سياسات مالية مدروسة، وبالنسبة لتكلفة التمويل لدينا تم تأمين قرض أجل لدينا، ولا نتوقع أن يكون هناك أي زيادات مستقبلية بأسعار الفائدة، وذلك لأنه تم التحوط بالكامل بمعدل فائدة ثابت، فهذا يضمن وجود عائد قوي أو مالي قوي للشركة. نعم، التدفقات النقدية الحرة لدى الشركة كم بلغت اليوم مع هذه النتائج القوية؟ 333.1 مليون درهم تقريبا 90 مليون دولار بالضبط. نعم. وهذا يعزز مثل ما ذكرت الوضع المالي للشركة، كما يؤكد إمكانية الشركة على استمرارية دفع الأرباح المستقبلية. نعم، عندنا إذا ما نظرنا إلى يعني الأعمال المدارة تحديدا أو الحلول المدارة تشكل نسبة جيدة، الاتصالات المتنقلة تشكل نسبة جيدة أيضا من أعمالكم، أين ترغبون في تركيز الأعمال في الفترة القادمة؟ تعمل الشركة حاليا من خلال استراتيجياتها على تنويع مصادر الدخل، حيث أننا نعمل جاهدين على زيادة الدخل من خلال الأعمال التجارية وعدم الاعتماد فقط على المصادر الحكومية. نعم، نتحدث الآن عن مقاييس التي ربما تنافسون بها، وخاصة أنكم ربما تعتبروا من الشركات التي تتميز في ما تقدمونه من خدمات. هل هنالك تعزيز ضمن شراكات مستقبلية من أجل العمل على تحسين الخدمات أو التكنولوجيا المستخدمة في الشركة؟ بالتأكيد، كما أعلنت ياسات سابقا، نحن نعمل دائما على تعزيز هذه الشراكات لما رأيناه من مردود ونفع يصب في مصلحة الشركة من ناحية الإيرادات ومن ناحية توسيع قاعدة عملائها ومن ناحية التنويع أيضا في مصادر الدخل. نعم، إذا هذا فيما يتعلق طبعا بآخر التحركات بالنسبة لشركة الياسات، ولكن فقط إذا ما كان هنالك أي شيء خاص نرغب في معرفته، الخطة القادمة للشركة ضمن استراتيجياتها، هل هنالك أي شكل من التحوط؟ يعني أنتم ضمنتوا على الأقل نسبة فائدة ثابتة فيما يغذي التمويلات المستقبلية، لكن هل هنالك من أي شكل تحوطي مستقبلي سيدة ليلى؟ بالتأكيد، تعمل الإدارة المالية عندنا في شركة الياسات على أخذ التحوط بعين الاعتبار في جميع الاستثمارات أو الاقتراض الذي تسعى إلى الحصول عليه مستقبلا، فهذا التحوط لا يتجزأ من سياسة الشركة المالية. نعم، وأنا أشكرك السيدة ليلى الهياس، وأنت رئيسة علاقات المستثمرين في الياسات للاتصالات الفضائية. شكرا لكم.